طيب المؤتمر الصحفي بقى لمستر مارسيل كولر والكابتن نبيل معلول. الكابتن نبيل معلول راجل ديسنت قوي، راجل وقور ومحترم جدا ومدرب واعي ومحلل وعنده تقدير كبير جدا للنادي الاهلي. شوفوا تصريحاته كمدير فني للترجي، قال لك مواجهه الاهلي دي يا جماعه دي مباراه الموسم وهي اهم مباراه ليا انا. خدوا بالكم حاجه، الترجي الموسم بتاعه ما هوش احسن حال، عنده صعوبة شديدة جدا في المنافسة على الدوري. خد 3 هزايم متتالية، اتهزم من النجم الساحلي، واتهزم من الصفاقس اللي بيقوده الكابتن حسام البدري، ثم اتهزم من الافريقي، ولما الترجي يتهزم من الافريقي بتوجع ابناء العاصمة قوي. اه ممكن صفاقس لان هي مدينة ساحلية او حتى النجم الساحلي من سوسة، لكن المنافسة كلها مع الجماهير في العاصمة مع الافريقي. فانه يخسر كمان من الافريقي بعد الصفاقسي وبعد النجم الساحلي، لا بالنسبه للجمهور الترجي وهو نادي كبير وعريق وله قيمته المساله مزعجه قوي. عشان كده ربما كان الدوري ابطال افريقيا ولقاء الاهلي يرى فيه فرصه تعويضيه عن كل حاجه، يصلح كل الاوضاع. فده اللي النادي الاهلي واخد باله منه، واللي مارسيل كولر شرحه للعيبه بشكل كويس قوي. سيبكم من كل التهميدات اللي حاصله في الاعلام وحقن التخدير اللي بيحاول البعض يروجها، في النهايه ده الترجي يا جماعه، ترجي يا دوله. مثل كابتن علي كابتن نبيل معلول، على فكره هو مش قريب علي معلول، كابتن نبيل معلول قال لك مباراه الاهلي دي بالنسبه لي دي مباراه الموسم. شوفوا بقى يعني الفرصه بالنسبه له ماشيه ازاي. قال لك عندي ثقه كبيره في جميع لعيبتي، كلمتهم كتير عن السلبيات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، لكن قلت لهم كمان كان عندكم إيجابيات أكتر لازم تحافظوا عليها. وقال لك معظم الأهداف اللي دخلت مرمانا في المباريات الأخيرة كانت لأخطاء فردية للأسف. اشتغلت على إزاي نقدر نتفاداها قدام فريق كبير بحجم الأهلي. قال لك قمت بتجهيز اللعيبة معنويا بشكل كويس لمواجهة فريق كبير قوي بحجم الأهلي. جميع اللعيبة بتاعتي بتشعر بالمسؤولية في مواجهة بطل مصر. عارفين كويس قوي اهميه المباراه وقوه المنافس. وبيقول لك ان شاء الله الترجي هيقدم مباراه كبيره. قال كمان نبيل معلول الهدف الاكبر بالنسبه للترجي وجمهوره السنه دي لقب دوري الابطال. وقال لك انا ما بحبش الخساره طوال مسيرتي التدريبيه، وانا اتعلمت كده من صغري في مدرسه الترجي ان انا الهزيمه لا، هي دي على فكره ثقافه الاهلي برضو. قال ان احنا جاهزين لكل السيناريوهات امام الاهلي، وهنبذل اقصى جهد لتحقيق الفوز عليه. وقال ان احنا بنفتقد العديد من اللاعبين اه، لكن عندنا لعيبه تانيه تقدر تعوض وهيكونوا موجودين وهيكونوا في الموعد. قال لك عندهم خبره كبيره واثق فيهم جدا رغم فوارق الجوده ليهم عن اللي غايبين، لكن الجميع قادر يتحمل مسؤوليته كويس. ما هو احنا لما نتكلم على المنافس طبعا هنشوفه اه بقى كل عناصر القوة الضعف اللي فيه. ايوه. لكن ايضا انت عندك غيابات، وده اللي قاله مارتن كولر. قال هم عندهم غيابات واحنا عندنا غيابات. وعندنا الناقهين لسه راجعين. ولكن نرجع تاني بقى لفكرة، هو انا بقيس نفسي بمين؟ بقيس نفسي ان انا لازم ابقى في مستوايا وفي حالتي. أيوه. عشان يبقى مصيري في ايدي. ايوه. وده اللي بيميز الاهلي في دوري الادوار الاقصائيه مش في المجموعات.